أيها اللاعبون، هيا نرى روحاً رياضية كبيرة في المباراة. ها، أعلمينا عندما تكتفين من النتيجة يا عمدة. لا تعد دجاجاتك قبل أن تفقس يا عمدة. مجرد تعبير يا عزيزتي. ما هذا؟ هيا. ما أجملك. مدهش ثانية. هيا. لي تزيد. لا أصدق أن الجراء متقدمون. أعني؟ هيا يا نجوم. تعرف ماذا تفعل؟ خطأ على قاع الضباب لتعمدهم العنف. أو لا، مارشل، زوما وروكي يحتاجان اهتماما طبيا عاجلا. قادم يا رايدر. الأشعة الصينية. لا كسور، مجرد التواء. شكرا يا مارشل. دماضة. أشعر بتحسن يا مارشل. شكرا. لا مشكلة يا روكي. الآن هيا نضع الثلج على ذيلك يا زوما ليقلل التورم. شكرا. أنا أظن مارشل، تريد اللعب؟ ماذا؟ أنا؟ نحتاجك، وأيضا ليس لدينا لاعبون. رايدر، تعلم أنا نوعا ما فاشل مع الكرة. نريدك أن تلعب يا مارشل. نعم، لا يهم مدى مهاراتك، أنت بالفعل جزء من الفريق. كيف كنت؟ لا بأس يا رابل، استمر لتستعد لليوم الرياضي. هذه قفزة طويلة يا تشيس. هذا الجرو يجب أن يطير. ها؟ ها؟ أحسنت يا سكاي. أمسكت. جيد يا زوما. رايدر، انظر للوثب العالي. روكي، كان هذا مدهشاً. رايدر، أظن أني عرفت الآن. شد الحبل ممتع. أصبحت تتقنها يا رابل. أنا بخير. هيا يا زوما، التتابع يعتمد على الجماعية وأنتم مدهشون. أخبار رائعة يا رايدر، يوم خليج المغامرة الرياضي سيذاع على التلفاز. هذا مدهش. نعم، سنظهر على التلفاز. رائع. مدهش. هذا جيد يا عمدة جودوي. أوه، شكليتا متحمسة أيضا. أهلا يا إيفرست. إيفرست، ما الأخبار؟ رائعة، أنا في الطريق. أحب اليوم الرياضي، استبدلت لوح الجليد بلوح ماء على الرغم أن الجليد هو رياضتي المفضلة دائماً. آسف يا إيفرست، لكن لن نقوم بأي رياضات مائية. حسناً، أظن يمكنني أن أعدو في سباق أو شيء ما. أراكم قريباً. إيفرست كانت تريد التزلج على الجليد. لما لا يمكننا صنع الجليد؟ تلك فكرة رائعة يا رابل. واو زوما، حركة مدهشة. شكرا يا رفاق، إنه يوم مثالي للتزلج. نعم، أريد تجربته أيضا طالما يمكنني فعله على الأرض الجافة. أعرف يا كورني، إنه يوم جيد على الشاطئ، لكن يجب أن نوصل البضائع إلى السيد بورتر. حسناً، سنبطئ حتى تستمتع بالمنظر، فقط دقيقة. كورني،
تنفس. لدينا خنزير هارب. كورني توقف. كورني ارجع. هذا الخنزير يحب رياضات الشاطئ. ضربة جيدة يا كورني. الآن يا كورني ارجع إلى هنا. أيها المشاغب كورنيليوس ارجع إلى هنا. لن أتفوق أبدا على ملك التزلج هذا. مرحبا آل رايدر. كورني يستمتع بركوب لوح التزلج. آخر مرة كان على متن قارب أصابه دوار البحر. اطمئن سنحضره. رايدر لن تصدق هذا، لكني رأيت للتو خنزيرا يتزلج. الحقيقة أصدق هذا، إنه كورنيليوس. استمر في تتبعه بينما أعد لإنقاذه مع الآخرين. سأفعل يا رايدر. هكذا. طريق سباق خليج المغامرة سيكون ممتعاً. وهي طريقة جيدة لاختبار مهارة القيادة لكم. لن نبدأ قبل وضع الأقماع. أحتاج الأقماع. أنا أولاً. بالكاد. لا يهم من الفائز، هذا السباق للمتعة. رايدر محق، نتسابق لنستمتع. لنفعل. مستعدة تقريبا للرؤية الجوية. رايدر، هل ستأتي معي؟ سأراقب خط النهاية. اطمئني، المنطاد مثبت بأمان على الأرض. لست قلقة. ما دمت ربطت الحبل جيدا جدا. لدينا مشاهدة رائعة من هنا حقا يا تشيكليتا. أين الأقماع؟ أحتاج الأقماع. مارشال يسرع إلى المقدمة ويفوز بالسباق. الجمهور يشجع. أنا آسف، سأسرع وأتجاوزك. أنا اسمي زوما على كل حال. سكاي ستفوز. يمكنها أن تأخذ طريقا مختصرا. لا يمكنني، يجب أن أتبع المسار تماما مثلكم يا جراء. لاعب رائع. نعم أحسنتم يا جراء. جميل يا إيفرست. فلتبدأ الألعاب. بمجرد نقل المعدات للعب. رايدر، ضربت كارثة ملعب خليج المغامرة الرياضي. تركت الرشاشة مفتوحة طوال الليل. لن نتمكن من اللعب في الملعب لأيام. اطمئني يا عمدة، سنجد مكانا آخر جديدا. لا توجد مهمة كبيرة ولا جرو صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. انتظروني. مفترس. نحن جميعا هنا، صحيح يا مارشال؟ رفاق. سترة النجاة انتشار. زوما، أنا وروكي نتجه إليك، وأنا أحدد موقعك الآن. شكرا يا رايدر، يمكنني الاستفادة من بعض المساعدة. أظن كورني يحاول تحقيق رقم قياسي في السرعة. هيا يا روكي أسرع. كورني صاحبي، أبطئ قليلا. احترس يا كورني، اتجه بعيدا عنه. كأنه سيفهمني أو يغير اتجاهه.
جرى الأمر بسلام. احترسي يا دلافين. آسف، كورني مبتدئ، يجب أن أوقفه قبل أن يصطدم بأحد. مثلي كورني. لا 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 لا. أوه لا، تحطم شراعي وأنا عالق هنا تماماً. يا زوما، أنت بخير؟ أنا بخير، لكن لوحي الشراعي ليس كذلك الآن. روكي يمكنه إصلاحه. روكي، استخدم زورقك. فكرة جيدة. واو، زورق. الآن نضعه على متنه. لك هذا. واو، رافعة. بهدوء، بهدوء. اطمئن، أنا خبير، أعرف بالضبط ما أفعله. لماذا يجب أن يكون الخليج رطباً جداً؟ ومتجه إلى خط النهاية. سكاي الآن متقدمة. أوه، إنه يتجاوزني. لكن زوما يفوز. التدريب متعب. أحسنتم. التالي روكي ومارشال. عند العلامة استعدوا. أنا خلفك يا مارشال. مارشال متقدم ويتجه إلى الهدف. خرطوم الماء. مارشال، رش الماء. آسف على ذلك يا روكي. لا بأس، لم أكن سأمانع بالماء لو لم أكن مبتلاً. مرحباً، رايدر معك. أهلاً رايدر، عندي حالة طارئة. صنع أليكس دراجة خارقة، لكنها تفككت وانتشرت في كل الشارع. ألم تكن خارقة كما تمنى؟ يحتاج المساعدة، أعرف أنك جيد مع الأدوات والمركبات. أخبره أننا في طريقنا، لا توجد مهمة كبيرة ولا جار صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. مارشال، الخرطوم. نعم. آسف، ذلك كان الرشاش وليس خرطوم الماء. عند الإشارة استعد، انطلق. هيا يا مارشال. مارشال منطلق حقا. حركة لطيفة. أظن يمكن لمارشال الفوز بجائزة أسرع جرو مطافي. لقد تمرنت طوال الأسبوع. الخرطوم للداخل. نجحت. حسناً، ربما لا. اطمئن يا مارشال، يمكنك النجاح. هيا يا مارشال. هيا مارشال. أجل يا مارشال. شكراً يا رفاق. الوقت يمضي، أسرع يا مارشال. التالي هو إنقاذ الحيوانات. حان وقت إنقاذك يا كالي. أنا في الطريق يا كالي. السلم لأعلى. لا، لقد كسرت السلم.
سأمسك بك يا كالي، سأمسك. آسف يا كالي، لقد أفسدت الأمر. أفضل بكثير. إذن ما رأيك يا روكي؟ أظن أن هذا مستحيل. مستحيل؟ مستحيل بما لدي من أجزاء هنا، إنها مدمرة. مشكلة كبيرة، ماذا سنفعل؟ فقط سأستخدم الأشياء المعاد استخدامها التي في مخزن الشحن. هاي، انتبه إلى الأشياء رائعة. آسف. كيف ستصلح قاربي بهذا؟ يمكنني أن ألصق هذه الأشياء معاً لصنع الشراع. الآن أحتاج إلى شيء من أجل الصاري. ماذا عن هذا الفرع؟ ممتاز. مرحباً والي، هل يمكنك القيام بقفزة من أجل قناديل البحر؟ حركة جميلة. خنزير يتزلج؟ غريب. هذا اللوح الجديد رائع. شكرا. اهلا كابتن توربت. رايدر، رأيت الآن أغرب متزلج على الإطلاق. لا تخبرني، خنزير يتزلج. أجل، نحن في طريقنا. جراء، كورني عند الفلاندر. هيا بنا. احترس يا والي. أو لا، خنزير في الماء. زوما، اتبعني تحت الماء لنحضر كورني. غوص. روكي، سنستخدم رافعتك لرفعه للسطح. مستعد يا رايدر. عمل رائع. أحسنت يا رايدر. حسناً روكي، اسحب رافعتك. فكرة رائعة يا والي، كورني سيحب طعامك. الآن هيا نعده إلى الشاطئ. سبق. آسف يا أليكس، دراجتك لا تماثل شاحنتنا السريعة. جراء، لا تنسوا أن هذا السباق من أجل المتعة، لا يهم إن فزت أو خسرت. هيا يا أليكس. شكرا يا رايدر. هيا يا متسابقون، أماكنكم، استعدوا. انطلاق. وانطلق السباق. وزوما في المقدمة. تشيس يتولى المهمة وسوف يفوز بالسباق. مارشل اشترك ليفوز. واو، احترس. لذيذة. لا، الوضع مجنون في الأسفل. نعم يا تشيكليتا، يمكن أن تأكلي. شكرا يا إيفرست. على الروح. مرحبا يا جراء. مرحبا رايدر. مرحبا يا جاك وإيفرست. هذا مسار التزلج الذي سنصنعه. تشيس، قل التوجيهات من أجلي. رو، مكبر الصوت.
إيفرست يمكنها إزالة الثلج. إيفرست، ابدأي في إزالة الثلج. في الطريق. رابل، اتبع إيفرست لتكوين الحواف والقفزات. رابل، كون الحواف والقفزات. شكراً يا تشيس. تشيس، حدد المسار بالمخاريط. تشيس، استخدم المخاريط. سأتولى الأمر. سنقود أنا وجاك الطريق حتى تضع المخاريط. رابل يأتي مسرعا. توقف! جرف حاد على جانب تلك الأشجار. يجب أن يكون المسار بعيداً عن الجرف. حسناً يا تشيس، تعرف ماذا ستفعل؟ في الحال. أحسنتم يا جراء. الآن يا أصدقاء يمكننا أن نبدأ مسابقة التزلج الرائعة. سنتفوق فيها. نعم، أسرعي وخذي الكرة. أخذتها. هذا الطائر يسرق كرتنا. اطمئني، سنعيد تلك الكرة. سيتجه إلى عشه في الجبال. هذا مرتفع جدا. صحيح يا سكاي. كما ترى نحن مستعدون من أجل اليوم. الرياضي. أأنت بخير يا عمدة؟ بخير بخير، فقط متحيرة قليلا. ألم يكن صيفا منذ ثانيتين؟ رائع جدا يا رايدر. رجاء يا عمدة، سنكون على الهواء بعد دقيقتين. دقيقتين؟ لا، تشيكليتا، وقت العمل. مرحبا بكم جميعا في يوم خليج المغامرة الرياضي. لدينا تغير غير عادي في الطقس، لكن نأمل أنه سيناسب أول حدث لنا، العدو. هاي، نحن لا نتحرك. حسناً، إذن ماذا عن رمي المطرقة؟ لقد علق لساني. كان هذا ممتعاً. رايدر، هذه كارثة. الدورية يجب أن تصلح هذا. وجدتها. ماذا لو حولنا اليوم الرياضي ليوم رياضات الجليد؟ ما رأيك يا عمدة؟ فلتبدأ الألعاب مجدداً. مرحباً بكم جميعاً. سنعود إلى اليوم الرياضي المحسن. عرضت لنا سكاي أنه يوجد أكثر من طريقة لتجاوز العقبة، والآن القفز الطويل أصبح تزلجاً طويلاً.
يوهو رائع، هيا يا فريق. الجراء تتناوب بأسلوب رائع وتمرر العصا والحدث الرئيسي والمفاجأة رابل وإفرست ينطلقان على نصف الأنبوب. دورة ثلاثية مزدوجة؟ يجب أن أجرب هذا. رائعة يا إفرست، أنت رائعة. في الحقيقة اليوم الرياضي هو أفضل الأوقات، أنتم حقا رائعون. في الحقيقة داني الجريء سيجرب هذا. داني الجريء سينطلق مجددا. أحسنتم يا جراء، وشكرا يا رايدر لأنك جعلتها أروع ألعاب صيفية على الإطلاق. مؤكد هذا بفضل الجراء الرائعة، وإذا كنتم في مشكلة فقط اطلبوا المساعدة. النجدة! أنا بخير. إنها قادمة. سكاي تسدد جيدا. لا شيء سوى السلة. ضربة جيدة يا سكاي، أرنا حركاتك يا روكي. تسديدة روكي الملتفة. نعم. يا هلا، ماذا عنك يا مارشل؟ حسنا، ها هي الضربة الشهيرة. واو واو، احترس. احترس يا كلب الصيد المتخبط. آسف يا عمدة هامدنجر. أو وأنا دلميشن. آسفة، كنا نتدرب على السلة. أنت بخير؟ مجرد كدمة في القاع الضبابي. القاع الضبابي لأنك من القاع الضبابي. جيدة. نعم حسنا، إذا احتاج جراؤك درسا ففريق قاع الضبابي الذي لا يهزم سيسعده أن يساعد. إذا لعب فريقك مع فريقنا لن يكون الذي لا يهزم طويلا. هذا صحيح، مدمرون القاع الضبابي مستعدون دائما للعب. أحضر فريق المدمرين يا عمدة، سنرى من هو الفريق الأفضل. اتفقنا. والآن إذا سمحت لي، لاعبيني يجب أن يستعدوا لهذه اللعبة المثيرة للضحك. عمدة جودوي، ألم تنسي شيئاً؟ المفاتيح المحفظة الدجاجة. ما الذي نسيته؟ إن خليج المغامرة ليس به فريق للسلة. ليس لدينا؟ هذا يعتبر كارثة. لا يمكننا هزيمة قاع الضبابي إذا لم يكن لدينا فريق سلة. ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ كلما تعرضنا لمشكلة نطلب رايدر. نعم تشيكليتا، اطلبي رايدر. رايدر هنا. أهلا يا تشيكليتا، ما الأخبار؟ نعم سأنتظر. هامدنجر تحدى خليج المغامرة في كرة السلة وليس لدينا فريق. الأفضل أن نحصل على واحد. لا توجد مهمة كبيرة ولا جرو صغير لكرة السلة. دورية المخلب، نقطة مراقبة. رايدر يحتاجنا. يا رفاق شاهدوا تلك الخدعة. ها لم تلمسني. يا يبدو أن رابل في المقدمة. ها هو رابل يأتي مس. آسف يا رفاق، الأقماع في طريقنا، سأزيلها حتى نمر. إن الأقماع تمنع وقوعنا من فوق التل. احترس. رائع. آسف وقعت من فوق التل. وي أخذت منعطفا خاطئا لكن سأمر. نحن نتحرك حقا. هذا المسار وعر جدا. الكثير من الأشجار. لقد صادفوا جبلا من المشاكل. جبل جهنم. هيا يا جراء هيا. هذا
هذا السباق شاق بالفعل. مارشال في المقدمة، انظروا إليه. الحمام يا كالي. كالي. واو. عدت للمقدمة. نعم، ابتعد عن الطريق. ها؟ أليكس، أنت تسير في الطريق الخاطئ. انتظر، أنا أسير في الطريق الخاطئ. أولا، ماذا يحدث؟ يبدو أن مارشال عاد إلى المسار. مكبر الصوت. انتبه، طريق خطر. واو، انظروا لهذه الفقاعات. وداعا. متسابقون يتجهون إلى خط النهاية. أولا، يا له من سباق خطير. واو، النجدة. أولا. سكاي، منطاد العمدة حر، بسرعة. أنا في الطريق. جراء، قابلوني في ملعب الكرة. رايدر يحتاجنا. نتسابق للملعب. هي، أين ذهب الجميع؟ ها هو خط النهاية. روكي، تفقد الإطار. المشبك. هكذا أفضل كثيراً. لكن جدي يصلح الأشياء بالشريط اللاصق. وقت المكابح. روكي، الدواسات رجاءً. لا تفقده واستخدمه. وتلك أفضل من دواسات البيتزا، فقط ضع قدميك على الدواسات طوال الوقت. حسناً، انظروا. أليكس ينطلق مسرعاً. واو. آسف يا تشيس، يجب عليك أن تبطئ قليلاً. عجلة القيادة يا روكي. الآن أريدك أن تثبت هذا في مكانه. المسدس. ها هو. أظنها انتهت. مدهش. والآن دراجات الخارقة ستنطلق بسرعة فائقة. انتظر قليلاً، لا يمكنك أن تذهب بدون هذه. وهذه. هيا يا رايدر، نتسابق. هيا نختبرها أولاً. حسناً، إذا تسابقنا أثق أن دراجتي ستفوز. أولاً، يجب أن تعتاد على دراجتك. هيا نقود ببطء في ممر المنطقة. هيا ننطلق في ممر المنطقة. أليكس، انتظر، أنت تسرع جداً. هيا يا جراء، هيا نذهب. جميعكم متزلجون رائعون. نتسابق من أجل المتعة يا أليكس. اطمئن، أنا سأركب معك. حقا؟ شكرا يا تشيس. هيا يا جراء، هيا. هيا يا فريق كيتاستروف، الأفضل أن تفوزوا. اجهز واستعد و يطيرون إلى أسفل المنحدر. إيفرست ورابل في المقدمة. رائع. أها. هيا يا جراء، تقدموا. هيا. تعرفون ماذا ستفعلون يا فريقي؟ هيا.
متجهون للجرف. علم يا سكاي. سأمزقها. ستمسكها المرة القادمة. ماذا يحدث؟ هيا يا مدمرون. مارشل. انظروا، أدخلتها في السلة بمفردي. حركة رائعة يا مارشل. فزنا بالمباراة. مجهود جيد للغاية. نخسر أمام مجموعة الجراء. يا له من فريق. إذا أردت نجوما فقد أطلب المساعدة. صباح الخير يا خليج المغامرة. اليوم مارشل جرو المطافي سيحاول الفوز بجائزة إكمال دورة الإنقاذ في أسرع وقت على الإطلاق. يا مارشل. أبذل جهدي وأنسى الباقي. إذا دق جرس مبنى البلدية في أقل من 10 دقائق سيكون أسرع جرو إطفاء على الإطلاق. هيا يا مارشل. اجهز، استعد. أنا بخير. في وقت جيد. كيف كان وقتي؟ يبدو جيدا، تبقت 6 دقائق. الحريق يجب إنهاؤه. الخرطوم يرتفع. يجب أن أصل إلى مبنى البلدية وأدق الجرس. أبذل جهدي وأنسى الباقي. أوه لا! حريق، سأهتم بذلك. الخرطوم. يا لا! كان يمكن أن يكون كارثة. أحسنت يا مارشل. شكراً. لكن لا وقت لكسر الرقم القياسي الآن. تبقى 30 ثانية. أبذل جهدك. نعم، حاول. أبذل جهدي وأنسى الباقي. أدائي. هل نجح؟ هل كسر الرقم؟ رفاق، في الحقيقة مارشل تأخر دقيقة. هذا مؤسف. مارشل. حسناً، بذلت جهدي. نعم، لقد بذلت جهدك وتوقفت لتطفئ حريقاً حقيقياً حتى إذا كلفك الفوز. هذا جعلك بطل خليج المغامرة المدهش. تهاني. لكن تلك الجائزة لأسرع جرو إطفاء. ليست بعد الآن. الآن هذه الجائزة لأروع جرو إطفاء في العالم. يا شكراً. تهاني يا مارشل. مدهش يا مارشل. فرست في طريقها للجبل. سكاي، ابقي النسر منشغلاً. صحيح، منشغلاً وحائراً. كدت أصل. لقد وصلت.
رايدر؟ سكاي، وجدت الكرة، لابد أن النسر أخذها لصغاره ليلعبوا. أحسنت يا إيفرست، هيا نعد للمباراة وبسرعة. لكن لا يمكن ترك هذه الصغار بدون لعبة. أنت محقة سكاي، ألديك شيء في مروحيتك يمكنهما استخدامه كلعبة؟ الحقيقة دائما آخذ سيدة سويكامس معي، سأفتقده، لكن القرود تحتاج خيمة وهذه الصغار تحتاج أن تلعب. شكرا لتضحيتك من أجل الفريق. إيفرست، يمكننا إعادة الكرة إلى الملعب. أمسكتها. اطمئن، لعبة جديدة في الطريق. اللعبة قادمة. على الرحب يا صغيري. إذن متى سيكون دوري في الركل؟ كرة الركل خدشت قليلاً، لكن لا تزال ترتاد. شكراً يا رايدر ويا دورية المخلب، أنقذتم المباراة وأيضاً خيمتنا الجديدة. كلما كنت في مشكلة فقط اطلب المساعدة. كان هذا طلباً للطعام. نكهة الكبد. سآخذ المار. لذيذة. مستعد. تماسكي يا عمدة. هذا الجارو يجب أن يطير. شكراً يا سكاي، مرحباً يا عمدة جودوي. أوه، رايدر، شكراً. حسناً يا جراء، قادمون للهبوط في ملعب الكرة. أمسك الحبل واسحب. أنزلنا بأمان، أرجوك أرجوك أرجوك. عمدة جودوي، نحن بأمان على الأرض. أوه، أجل، شكليتا نحن بأمان. الآن نعود للسباق، هو لم ينتهي بعد. الأفضل أن تسرع يا جراء، أليكس يتجه لخط النهاية. متعادل. ياه، من فاز؟ من فاز؟ التقطت صورة لخط النهاية، انظري، الفائز هو أليكس. لقد نجح، لقد فاز. أحسنت يا أليكس. أليكس، لقد فزت. أحسنت. شكراً يا جدي. يبدو أن البطء والمثابرة فازا بالسباق، لكنكم جميعاً فائزون. يا لكم من جراء جيدين. ها هم. تمسكوا يا قطط، سننقذكم. احترسوا، إنهم قريبون جداً من الحافة، قد لا يصمدون. هيه، أنا أرى خط النهاية، أنا سوف أنجح. اطمئنوا، سنسحبكم. إيفرست، أريدك أن تستخدمي خطافك لإنزالي إلى القطط، وكاسحة الجليد لسحبي لأعلى. علم يا رايدر. لوح التزلج. أنزليني عندما أقول لك اسحبينا. فهمت. أكثر قليلاً هنا.
حسناً يا إيفرس، اسحبينا. في الحال. هاي، رائع. أنتم محظوظون لوجود إيفرست وبقية الدورية في هذا السباق. لقد خسرتم أمام الجراء. أين كنتم يا جراء؟ وصلت لخط النهاية منذ وقت طويل. يا قطط، إذا احتجتم للمساعدة فقط اطلبوا أو مياو للمساعدة. بروح رياضية، شكراً للجميع. هيا نذهب يا قطط، نعود من أجل باقي الدروس. من سيقوم بجولة أخرى؟ بمجرد فتح النفق لن تضطر السلاحف إلى عبور الطريق ثانية. سنفتحه. أوه لا، عاصفة والأمواج عالية جدا. ماذا تفعل تلك السلاحف بجوار الماء؟ انظر، أنقذتهم. لماذا أعدت السلاحف إلى هنا؟ لقد كانوا سيدخلون في الماء. هناك مكانهم. داخل الماء؟ نعم، سلاحف البحر تقضي معظم حياتها في الماء، لهذا السبب نحفر نفقاً أسفل الطريق حتى يصلوا بأمان. من الأفضل أن أعيدهم. انتظر يا أليكس، تذكر ما قالته كيتي، الإمساك بالسلاحف يضرها، لا إنساناً أو جرواً يجب أن يمسكها، ستعود بمفردها. هيا يا صغار، هيا. الفتحة صغيرة جداً على آلتي. إذن ألن ننهي النفق؟ قلت الآلة لن تمر، لكن لم أقل أي شيء عني. أوف أوف. ابتعدي أيتها النوارس. رائع، لو حزمة لركوب الأمواج. أليكس بورتر، لوح التزلج المدهش. أليكس؟ اطمئن، سننزلك يا أليكس. سكاي، هذه لك. أنا لها. هذا الجرو يجب أن يطير. أليكس، وجهها للشاطئ. ليس لدي عجلة توجيه. لا سكاي، لا أستطيع النظر. إنها جارو، فقد نجحت. ياي، طيران مدهش. النجدة، 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 النجدة. اهدأ يا توربت، فقط اهدأ، لا بأس، خذ نفسا. أنا بخير. الصخور أحدثت ثقباً في البدن، ستغرق الفلاندر قبل أن أصل إلى الميناء. يجب أن نفعل شيئاً. وجدتها. روكي لديه شيء لإصلاح الفلاندر، نحتاجه هنا سريعاً. إنه رايدر. نعم، يريدني. أخبرني ماذا تحتاج. شيء لإصلاح ثقب في سفينة كابتن توربت. لقد علم. لا، لن ينجح ولا ذلك، صغير جداً. لا، ليس قوياً بما يكفي. وجدته.
لا تفقده واستخدمه. وجدت معدنا يمكن استخدامه لوقف تسريب حتى يصل كابتن تربت للميناء. سكاي في طريقها، ستطير بك إلى هنا سريعا. هذا الجرو سيطير. هاي انظري أين تطيرين. نحلق فوق أكبر حوض استحمام في العالم وأحاول أن أبقى جافا. أخرجني من هذا الشيء. احترس يا روكي، ستتبلل بشدة. لماذا كل شيء يريدني أن أبتل اليوم؟ هذه الرقعة ممتازة، دعنا نصلها بالسفينة يا زوما. هيا بنا لنغوص. السفينة أصبحت في خطر. اطمئن يا كابتن، رايدر ودورية المخلب هنا لإنقاذ الوضع وسفينتك. نجحنا يا رفاق. بالتأكيد يا زوما. تقدم يا رايدر. لك هذا. نجحت. لقد أنقذت فلاندر. حسناً. الشبكة تؤدي لأسفل، إنها عالقة في المرساة. عرفت أنه يمكنك. حسناً، لم أعرف أني أعرف وأعرف. والي مشبوك في شبكة الصيد القديمة، لا يمكنني تحريره مطلقاً. نستخدم رافعة تشيس لسحب والي إلى الشاطئ، يمكننا تحريره هناك. خطة جيدة، سأنفذ. تشيس، رايدر يحتاج رافعتك. حسناً، الرافعة. أمسك. شكرا. أحسنت يا زوما، في الوقت المناسب. تشيز، اسحبه ببطء. المحرك. هاي، أحسنتم. والي، أنت بخير. لقد قلقت عليك. تسابقنا التالي هو ضفدع أليكس جمبي المدهش. هيا انطلق يا جمبي. رايدر، هل ستنجح سكاي؟ سمايلي هو التالي. انتظر يا مارشل، سأتحقق. سكاي، دور سمايلي التالي. تلقيت هذا. حسنا يا سمايلي، لا مزيد من العبث. اهدأ. هذا أفضل، نتجه للحق. حسناً، نقابلك هناك. تشيس، هيا نذهب. هيا لنشاهد قفزة سمايلي. اهدأ يا سمايلي، كدنا نصل. لا، قلت اهدأ.
فارس، تعال هنا رايدر، إنه على الجناح. أخشى أنه سيقفز قريبا. انخفضي على قدر الإمكان. تشيس، ابقى أسفل المروحية. لقد قفز. أحسنت يا سكاي. تشيس يتولى المهمة. مكبر الصوت، ابتعدوا من هنا، حالة طارئة، قطع مهم سيمر من هنا. سمايلي. أظن أن الطيران بالمروحية قد أتعب الضفدع. القافز التالي هو ضفدع مارشال سمايلي. هيا يا سمايلي. هيا يا سمايلي، يجب أن تقفز. هيا، حان الوقت. تشيس، مكبر الصوت. مكبر الصوت، اقفز. قفزة رائعة. واو، قفزة رائعة. الفائز هو سمايلي. سمايلي فاز. شكراً يا جراء، شكراً يا رايدر. كلما كنت في مشكلة اطلبنا أو ربي ليساعدك. أمسكته. هيا نذهب. حسناً يا كابتن توربيت، جرس الغوص تحرر. يام، شكراً. هيا نبحث عن سبيكة البحر العملاق. أوه، هذا لا يبدو جيداً. انكسرت الوصلة، سيمتلئ الجرس بالماء. الأفضل أن نصل لأعلى سرعة. لا، لا يمكنني توجيه هذا الشيء. أوقف المحركات يا كابتن. بدون زعاني في التوجيه لن يذهب لأي مكان. لدي خطة. روكي، أريدك أن تغوص إلى جرس الغوص بسرعة. حسناً يا رايدر، أنا مستعد للغوص. فلتفعلها يا صاحبي. رأيت؟ هذا ليس سيئاً. كيف حالك؟ جيد، جيد ومبتل، مبتل، مبتل. حسناً، هيا لنغوص. سأغوص. هوراشيو، ما الذي سنفعله؟ رايدر قارن، هو يصلح زعانف التوجيه. فرانسوا توربيت، لا ينتظر أحداً. لا يا فرانسوا، التوجيه مكسور. أي أي أي، أوقف التشغيل. لقد وصل الجراء. من الجيد أننا انتظرنا. أصلحت. ممتاز، هيا نذهب. لا لا لا، المائدة لا تتحمل الاهتزاز ثانية. هيا يا. العدو ليس أسلوبي، أسلوبي هو. أراه أمامي يا رايدر، يستقل عربة القطط ويأخذ طريقا مختصرا. أحسنت يا سكاي. يبدو أنني أسرع عمدة في كل السباقات. لا، رايدر، هامدينجر يحتاج مساعدة. في الطريق. تشيس، هيا. لن أفوز الآن. تمسك يا عمدة هامدينجر، دورية المخلب هنا. تشيس، أحتاج رافعتك. الرافعة. تمسك بها وسنسحبك.
أبعدني عن هذا الجرف. يد الرافعة سحب. لكن ماذا لو وقعت؟ كان ذلك وشيكا. نعم حسنا، أظن يجب أن أشكرك أنت والجراء على إنقاذي. على الرحب، فقد تذكر الغشاش لا يفوز. الآن هيا يا جراء، هيا لنرى فوز العمدة جودوي في السباق. لا شيء يهم، نجحت، أنهيت سباق العمد. وبعد استبعاد العمدة هاندينجر تفوزين بسباق العمد. هل سمعت هذا يا تشيكليتا؟ ألا تريدين أن تهنئي أمك؟ نعم حسناً. أو شكراً يا رايدر، وشكراً لدورية المخلب على مساعدتكم. أنتم حقاً جراء جيد. لا لا يا تشيكليتا، ليس ثانية. سكاي، رابل، زوما، إنقاذ حافلة المدرسة تطور. الصغار في الخارج يركبون عرباتكم. لابد أن نعيدها. وسكاي، تشيكليتا تطير بمروحيتك. دجاجة في مروحيتي؟ هذا الجارو يجب أن يطير. جناحان. جراء، أنا وتشي سنلحق بأليكس والكلب الآلي، فلتراقب ركابنا. يبدو أنك تحتاجين طياراً مساعداً. نجحت رايدر، المروحية تحت. توقف أرجوك. ياي دورية المخلب. أظن أنني جلست على طماطم. احترس، لا يمكنني التحكم. لا، آسف يا كابتن توربت. تماسك يا صاحبي. ياه زوما، رائع. وهو ابتعدت كالي عن المحراث إلى الجليد، تنجرف في اتجاه البحر، ومحراث الثلج يسير بمفرده. تشيس وإيفرست، اهتم بالمحراث. زوما، أريدك أن تحضر كالي، علقت في الجليد. لا تقلق مطلقاً يا رايدر. حسناً يا تشيس، اقترب قليلاً وسأقفز. أنا أحاول. تقريباً وصلت. واو. قفزة رائعة يا إيفرست. شكراً يا تشيس. اتبعني يا زوما. تلك الانهيارات الجليدية مدهشة، ألا تفكر يا صاحبي؟ هاي، متى وصلت؟ تماسك. لا بأس يا كالي، سنعيدك إلى البيت. كالي، احترسي.
زوما، كالي قادمة إليك. هيا يا كالي اقفزي. تخشى أن تتحرك. هل يمكنك الوصول إليها؟ فكرة رائعة. عوامة، أمسكتها. أحسنت يا زوما. تماسكي يا كالي، سنتجه للشاطئ. أوت شيكليتا، يا له من يوم رائع لجولة على الدراجة. مرحبا يا عمدة. آسف يا عمدة جودوي. بسيطة، لا أفعل أي شيء صحيح. مارشال، أتريد أن تلعب الكرة الطائرة؟ أنا لا أعرف. هيا، إنها رائعة. حسنا، لا بأس، انظروا لهذه الضربة. توقف عن ثقبها يا مارشال. أولا، آسف يا جراء، سأحضرها. يا جراء، حلقة أبولو الكلب الخارق على وشك أن تبدأ. حان وقت أبولو الجرو الخارق. أحضرت الكرة يا جراء. جراء، هل تصدق أنه فعل ذلك؟ إنه كلب سخيف، دائما يفسد الأشياء. هذا ما يفعله. ذلك الجرو لا يفعل أي شيء صحيح. هذا صحيح، لا أفعل شيئا صحيحا. يجب أن أنفصل عن دورية المخلب. الوداع يا دورية المخلب. حلقة رائعة. هاي، لقد فوت مارشال العرض. أين هو الآن؟ كل ما أراه هو الكرة المسطحة. هيا نبحث عنه. سأبحث بالأعلى. رايدر، هل رأيت مارشال؟ لا، أهو مفقود؟ لم نراه منذ أن ذهب ليحضر الكرة. شاحنته غير موجودة. مارشال، أنا رايدر، أين ذهب؟ مرحبا يا رايدر، سأخذ استراحة من دورية المخلب. تعبت الجراء من إفسادي لألعابهم. أريد أن أتوقف عن المشاكل. ها؟ مارشال انتهى. مارشال؟ هناك خطب ما، يظن مارشال أنكم لا تريدونه. ماذا؟ هذا مستحيل. يجب أن نعيده للبيت. لا توجد مشكلة كبيرة ولا جرو صغير. تشيز، أمن المرور في نهاية الممر. تشيز يتولى المهمة. أرجوك توقف، حالة طارئة خاصة بدورية المخلب. اطمئن يا أليكس، دورية المخلب تتحرك. سكاي، أحتاجك ومروحيتك عند الجس بسرعة. سأحلق في السماء. دعها تتجه إلى الجس، ستكون بخير. سكاي، ثبتي دراجة أليكس. لك هذا يا رايدر. أخطأت، سأعود ثانية. كدت أنتهي. أمسكت. شكرا يا سكاي. كان ذلك طيرانا رائعا. كان أمرا بسيطا. أنت بخير يا أليكس؟ أنا بخير، فقط لم أستطع التوقف، تلك الدراجة خارقة جدا. أظن علينا تعديل نظام المكابح. أليكس، آسف يا رايدر، هذا خطأي أنا. إذا بدأت ببطء كما قلت لما حدث هذا. لا بأس يا أليكس،
في استعمال الأشياء الجديدة يجب أن تبدأ ببطء. أعرف، فقط أريد أن أكون مثلك يا رايدر. أنت بخير يا أليكس؟ أنا بخير، شكراً يا سكاي وجيس وروكي ورايدر وكل دورية المخلب، أنقذتموني أنا ودراجاتي الفارقة. على الرحب. لا مشكلة، كلما احتجتنا أطلب المساعدة. كنتم جراء جيدين اليوم، ما رأيكم في أن نشرب الليمونادة؟ أجل، هيا نتسابق لهناك. أليكس. أعني نذهب ببطء. هيا نذهب. حسناً يا تشيس، استخدم الحبل حتى المدخل ثم استخدم أحذية الشفط كي تتسلل. فهمت، لكن ماذا عن قطة العمدة هامدنجر؟ ربما أعطس وأكشف نفسي. سوف ترتدي هذا. تفكر في كل شيء يا رايدر. رار، الحبل. رار، أحذية الشفط. المزيد من الأغاني، المزيد المزيد المزيد. وفقط من أجلي. الدجاجة الأخيرة يا مارشال. شكرا يا عمدة، إلى أعلى. تبقى عش واحد أخير، لكن لا يوجد دجاج، كيف سندفئ هذا البيض المسكين الآن؟ رفاق، أحياناً على الجروي أن يفعل ما يجب عليه فعله. أوه مارشال، أنت شجاع جداً. واتوف، أشعر بدغدغة. مرحباً بكم في العالم يا صغار. قطط، ما الأمر؟ هل تحررت الطيور؟ الأفضل أن أنظر في الخارج. يا طائر، عد إلى هنا أيها الهارب. رايدر، لقد تم كشفي، لقد رأوني. علم يا تشيس، لكن العمدة هامدنجر يغلق المدخل. وجدتها، هل وضعت جهاز التحكم في حامل القطط؟ سوف أحاول. هذا سيترك بعض الوبر. الكثير من الوبر، الكثير من القطط. هاتشو هاتشو هاتشو. لماذا؟ قطط، ارجعوا إلى هنا. آسف على إيقاظكم ثانية يا جراء، لكني أحتاجكم. انتظروا، أين مارشال؟ أمسكه الشبح. غالبا لا يزال نائما، هيا لكي نفحص بيته. رايدر، انظر الشبح. ذلك ليس شبحاً، إنه مارشال. مرحباً، مرحباً مارشال. أين يذهب؟ جراء، يبدو أن مارشال يسير وهو نائم، والآن يتزلج وهو نائم. ذلك ليس جيداً. تشيس، هيا بنا. لا يتزلج بمهارة وهو مستيقظ. مارشال، أنا رايدر، استيقظ. تشيس، الحبل. فكرة جيدة. رو، الحبل. أمسكته. فقدته. زوما، أحتاجك عند الميناء. اطمئن، أنا هنا. يا حركة رائعة. أوه.
كنت أحلم حلما سخيفا. كنت ها أتزلج على حوت. واو النجدة. أو تمسك يا صاحبي. أو العوامة. اطمئن يا مارشل، أنت في أمان معنا الآن. حسنا، شكرا يا زوما. أنا بخير. رايدر، تشيس، ما الأخبار؟ عرفنا من هو وحش رقصة الجراء. من؟ أنت. أنت تسير وأنت نائم. أسير وأنا نائم، لذلك أقدامي تكون متعبة في الصباح. اطمئن يا مارشل، عندما يكون جرو في مشكلة عليه أن يطلب أو ينام للمساعدة. حسنا أيها الجراء، وقت النوم، هيا تفضلوا. هل وجد رابل شبحا آخر؟ ها هو الشبح. أو رابل علق في فخ الشبح. وجدت الكعكات المقرمشة، لذيذة. الصمغ. انتهت وانتهينا. فقط نريد ضخ الهواء. لدي الأداة. ضخ مرة أخرى، هكذا نجحنا. هذا الجرو يجب أن يطير. عمل رائع، اتجهي إلى الخليج وحددي مكان عائلة الدولفين. في الطريق. ثبت الدمية في حبل العوامة. العوامة للخارج. حسناً، هيا نحاول. إنه يتبعنا. إنه متشوق ليجد صديقاً يلعب معه. سكاي، أهناك أخبار؟ رايدر، وجدت عائلة الدولفين. رائع يا سكاي، يبدو أن الصغير وصديقه الجديد خرجا من النهر. هاي، أين ذهب الصغير؟ رايدر، لقد فقدته مجددا. رايدر، النجدة. زوما، تمسك. أنا أحاول. واو، المركبة على التشغيل الآلي. شكرا يا رايدر، أحسن. أنت أيضا يا زوما. حقا كانت تلك رحلة مدهشة جدا، فكل الصغار تحب اللعب، حتى صغير الدولفين. حسناً يا إيفرست، ماذا لو استخدمت خطافك لسحب الجليد؟ ثلج أو جليد مستعدة بالتأكيد. الخطاف السحري. عمل رائع يا إيفرست. هذا مكان جيد يا رابل. هذا غريب. إنه الحوت الصغير. لطيف جدا. لابد أنك تشعر بالوحدة في الأسفل، صحيح؟ بارد. حوت لطيف. لم ينل مني، يعرف أنني لا أحب الاستحمام. يسعدنا لقاؤك أيضا. أهلا يا صاحبي، سوف أصافحك. أهلا بك. بارد. النجدة. ما
زوما، رابل في الماء. أريدك أن تساعده في الخروج. أنا مستعد للغوص. دوريات. هيا 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 هيا. مسعف مارشل. رابل سيحتاج بطانية عندما يخرجه زوما من المياه المثلجة. أنا مستعد لل إنقاذ. امسك جيد. راو، حبل الظهر. واو. من حسن الحظ أن الفرع موجود. هذا الطوق مدهش. ها؟ حسناً يا مارشل، ارجع الآن. أظن علي أن أسلك الطريق الطويل. زوما، أريدك أن تحضر حوامتك، ربما يحتاج مارشل المساعدة. مستعد كي أغوص. سأضع لك ضمادة. توقف، انتظر، سأحضره. لا يا مارشل، هذا خطر جدا. لا تقلق علي، أنا فقط. واو، طوقي الجديد محظوظ حتى لو لم أرتده. ممتاز، شكرا يا روكي. خذ يا مارشل، سوف نسحبك. تشيس، متى جئت إلى هنا؟ مارشل، كنت هنا طوال ال... إمساك جيد يا مارشل، إنه طوقك المحظوظ. لا، إنه ليس طوقي الذي يجعلني محظوظاً، إنه حصولي على أصدقاء رائعين. رايدر، شكراً على مساعدتي في إنقاذ هوتي، وأيضاً على إنقاذي. تعرف ماذا أقول يا مارشل؟ كلما كنت في مشكلة فقط اطلب المساعدة. هاي، هذا ممتع. فلتتمسك يا أليكس، أنا خلفك تماماً. عوامة. شكرا. لقد جروا واتجهوا للجسر. سوف اتصل برايدر. اهلا زوما، امسكت افراس النهر؟ لا، شعروا بالخوف والان يتجهون الى الجسر المتهالك. اوه لا، الجسر في حالة سيئة. اوه، افراسي بالتأكيد سيكسرونه. كيف الوضع يا زوما؟ سيء يا رايدر، ما زالوا يتحركون بسرعة. يجب أن نبعدهم عن الجسر. رابل، هل يمكنك وضع جذع شجرة في الطريق؟ بالتأكيد يمكنني. حسناً، هيا نرى تلك الأفراس تتخطى هذا. تلك الأفراس كبيرة جداً، فقط لو هناك طريقة لجذبهم بعيداً. أعرف، ريموندو قال إنهم يحبون الزنبق المائي جداً، وأعرف أين أجده. حسناً، إذن هيا نبحث عن زنابق الماء. زوما، استخدم عوامتك للحصول على الأزهار. عوامة. نعم، وصلت من الضربة الأولى. جيد يا زوما. هذا ما أسميه قوة الزهور.
بالطبع، لم نكن سنحصل على عرض اليوم بدون شجاعة دورية المخلب. عندما يخرج رقصهم عن السيطرة فقط تطلب المساعدة. والآن أقدم العرض الجديد، الفرسة الراقصة ومعها أطفالها الصغار. أوه انتظر، أفرسك كلها رائعة، لكن ألن تهدم المدينة ثانية؟ اطمئني يا عمدة، رايدر وروكي أصلح المشكلة بحذاء الوسادة، وأريد أن أدعو جروا مميزا للمشاركة في الرقص. هيا يا زوما. زوما بالتأكيد جرو جيد. جراء قوموا بأفضل حركة. 1 2 3 4. وقع وهو الآن على حافة منحدر أسفل الماء. حبل سكاي ليس طويلاً حتى يصل إليه. ماذا نفعل؟ يجب أن نفكر في حل. وعدت العمدة جودوي أن أهتم أكثر بالجد جروفر. نحتاج وسيلة ما لجعل التمثال يطفو على السطح، شيء يشبه البالونات. بالونات؟ ها، فكرة رائعة، هكذا يرفعون السفن الغارقة. أحسنت يا زوما. ثبت خزان الهيليوم يا رايدر. تم ذلك. زوما خذ البالون إلى أسفل، سنثبته على تمثال ونملأه بالهيليوم وسيرفع التمثال إلى السطح. هيا بنا. نجحت يا رايدر، لقد نجحت حقاً.